فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك بعض السنن المهجورة في الصلاة، ولو فعلها الإمام لربما أحدث تشويشا ونفرة للمأمومين، فهل تعمل هذه السنن؟ كما ذكرت لكم، إذا كان السنة غير الواجب، السنة المستحبة غير الواجبة، يترتب على الإتيان بها التشويش على الناس وسوء الظن، إنه لا يعملها، تجنبها درءا للفتنة. يعني بعض الشباب وبعض المتعالمين يريد أن يظهر كل ما قيل وكل ما، والناس ما اعتادوا هذا الشيء، فيحصل فتنة، يحصل شر. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.